فيتا باستا. تشيلي توميتوز مع زيت زيتون، شوية ملح، فلفل أسود، نحركهم شوي، وبنحط بالنص الفيتا تشيز وشوية أوليف أوي على الوجه، وبدخلها على الفرن نص ساعة. بعد ما تطلع من الفرن الريحة كتير طيبة. رح أحط ثوم وريحان، كتير كتير ريحان، لأنه ريحان أهم شي بهالريسيبي. وهلأ بنحرك المكونات كلها مع بعض، التشيز مع الثوم مع الريحان مع التشيري توميتوز، بصير مثل كريمي وريحتها كتير طيبة. بعدين أهم شي بنحط أي نوع باستا بدنا إياه. أنا حطيت كينوا باستا لأنه الكينوا فيها بروتين وتعتبر وجبة. وهي طريقة فيتا باستا بالتشيري توميتوز. وإذا حابين تعرفوا كيف نعمل كينوا باستا اكتبولي بالتعليقات.